بقالها اسبوع بس باصابه نخاع شوكي. ناس بيقولوا اصابه النخاع الشوكي ما بتتحسنش. هو كان بياخد خطوات على المشايه وهو موطي. احنا في اسبوع شلنا المشايه وبدانا النهارده اول يوم ندربه ان هو يمشي بعكاز واحد. يلا معايا يا سامح. ما شاء الله احنا كده بعكاز واحد يا جماعه. اصابه نخاع شوكي احنا هو مشي بالمشايه واحنا لما جالنا كملنا بقى التحسن ان هو يمشي ما شاء الله لوحده. برافو 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 يا سامح. يعني ممتاز. احنا لسه في اول 7 جلسات ووصلنا لكده ما شاء الله. الله اكبر ما شاء الله. صابت نخاع شوكي عملنا له علاج مكثف وكان عنده عضله قصيره في رجلي اليمين اشتغلنا عليها بالحقن العيوني عشان كان فيها تيبس شديد ووصلنا لكده زي ما احنا شايفين ما شاء الله زي الفل. اشكرك يا سامح. شكرا. اصابه نخاع شوكي ما شاء الله زي ما احنا شايفين. هو داخل السرير بتاعه. انا عاجبني ما شاء الله كمان ان هو عنده اراده. هو طبعا كان جاي بيمشي على يعني اكتر حاجه يقدر يعملها ان هو يتحرك على المشايه وكان بيبقى موطي خالص ما شاء الله زي ما احنا شايفين ظهره مفرود. انا اخدته من ورا ومن قدام عجباني مشيته جدا ما شاء الله. بجد مبسوطه منك قوي قوي. الله اكبر. اصابه نخاع شوكي علاج مكثف 6 ساعات كل يوم ما شاء الله زي ما احنا شايفين بعصايه واحده يا جماعه. من المشايه نقلنا على عكاز واحد زي ما احنا شايفين ما شاء الله. وبنعمل له حقن عيوني على العضله قصيره عنده رجله اليمين زي ما احنا شايفين ما شاء الله النتيجه بعد 7 جلسات. برافو برافو برافو, برافو.